عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. اذا متابعينا مشاهدينا الكرام، تواصلنا يستمر شوطنا الاول للجعدان السودانيين، ينطلق بحفظ من الله ورعايته. نتابع هذه الشعارات المميزة، ما شاء الله شعارات الاخوان السودانيين تنطلق بهذا الشوط، ونتابع الصدارة، نتابع المركز الاول، نتابع الواضح. سعيد الصديق او سعد الصديق الدرويش من يقدم لنا الواضح، بينما المركز الثاني وصل مسكت علي عطشان السوداني من يقدم لنا مسكت، بينما المركز الثالث هنالك الوصول والتقدم بهذه اللحظات من المركز الثالث، يصل ويتقدم اللي هو شاهين احمد طلحة السوداني. هذه النتيجة للثلاث المراكز الاولى، واتابع الوصول من حامل الرقم واحد هذا المزعج بشعار حسن احمد الدرويش، ولكن الله يمسكت مسكت مع الصدارة، مسكت علي عطشان السوداني من يقدم لنا مسكت بهذا الرقص المميز، بهذا الأداء المميز. ولكن شوف القادم، وصل الواضح سعد الصديق الدرويشي السوداني من يقدم لنا الواضح بالمركز الثاني. بدأت المعركة، بدأ الصراع ما شاء الله ما بين هذه الأسماء، ما بين مسكت وما بين، ولكن مسكت بسم الله ما شاء الله على هذه الحركة، على هذا الرقص. علي عطشان السوداني روح عطشان وسيطر على ساحة الميدان، وسيطر على ساحة الميدان مع المركز الأول. مسكت سلام السوداني، سلامي عليك يا علي عطشان السوداني، السلامات إلى بودليك. بالفعل سلام بودليك، سلام تهانينا والناموس. لحظات الوصول إلى خط النهاية، معلن الناموس هذا الشوط. المركز الثاني كان في ايضا الواضح سعد الصديق الدرويشي، المركز الثالث ثالث الاسماء. اذا مشاهدينا الكرام، وصلنا اللي في المركز الثالث اللي هو حشيم بشعار الصديق ابو خنجر السوداني. هكذا التوقيت الزمني، دقيقتين 18 ثانية و20 جزء من الثانية. سجل معنا بهذا الشوط اللي هو ايضا مسكت علي عطشان السوداني، تهانينا والناموس.